استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من كتلة الحوار. وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، حيث أشار إلى أن كتلة الحوار نشأت أثناء الحوار الوطني الذي مثل بداية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي، مشيدا بموقف الكتلة الداعم والمؤثر حيث تتميز بأفكار وخبرات متنوعة. من جانبه قال ممثل كتلة الحوار باسل عادل إن الكتلة تجتهد لتقديم نموذج مختلف للوسط السياسي غير مزايد أو صدامي ويقدم الحلول.